السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. أول شيء إخواني أعتذر عن عدم تقديم فيديوهات في هذه الفترة، فقط المرض إخواني. إن شاء الله عودة ستكون جيدة، فقط أعتذر إخواني مرة من متابعين الأوفياء، وأيضا أرحب بمتابعي القناة الجدد. هذه القناة الخاصة بنا للربح من الإنترنت، كما تشاهدون. لمن يريد تعلم استراتيجيات وكورسات للربح يستطيع زيارة هذه القناة، أيضا تفعيل زر الجرس ليصله كل جديد عن القناة. وإن أردتم إخواني دعمنا بالضغط على زر لايك، ونتوجه للشرح مباشرة. هذا الفيديو جيد أيضا في مجال الأفلييت، وأيضا من لم يشاهد هذا الفيديو أرجو أن يشاهده، فهو كورس جيد، وإن شاء الله سأشرح لكم طرق للربح والترويج الأوتوماتيكي كتكملة لهذا الكورس، سواء بالموقع الذي شرحته هنا أو كونفرت كيت شرحته من قبل. أيضا نتوجه للطريقة إخواني. هنا سنعمل على موقع يقبل جميع. هذا الموقع إخواني جديد. أول شيء موقع خاص إخواني للترويج أو لتكبير حسابات الانستغرام، كما تشاهدون فهو موقع عالمي. هنا get more Instagram followers with Neteryo، موقع اسمه Neteryo، أيضا رابط ستجدونه أسفل الفيديو. هذا الموقع إخواني يقدم خدمة مدفوعة، احصل على المزيد متابعين مع هذا الموقع، ينمو الحساب الخاص بك يعني حساب الانستغرام. وكما نعلم إخواني أن انستغرام، عند البحث على انستغرام كما تشاهدون في خانة البحث، ستجد أنه إخواني نسبة الزيارات في انستغرام 6 مليار زيارة. الكثير الكثير من الأشخاص يستعملون موقع الانستغرام. توجد طريقتين للربح أو للربح من هذا الموقع إخواني، باستعمال سواء في موقع انستغرام، استهداف ترافيك المباشر عن طريق الرسائل، أو الطريقة التي سأشرح لك. أيضا سأترك لك سكريبت رائع ستقوم بترويجه وربح آلاف الدولارات من هذا الموقع، وأيضا يقبل الجميع. سأريك كيف ستربح من هذا الموقع البسيط. هنا الشركات التي تدعم هذا الموقع، كما تشاهدون فوربس، بيزفيد، مواقع كبيرة. وهنا get the most out of your Instagram، يعني الكثير من الإيجابيات أو الخدمات التي يقدمها الموقع، وهي أيضا تنمية الحساب وأيضا توثيقه كما تشاهدون، وأيضا الكثير من الطرق. وتستطيع معرفة كم سيدفع الشخص عندما يشترك. هنا البريسينج إخواني، هنا or pricing شورت بلان مثلا. هنا يوجد البلان كما تشاهدون، في اليوم تحصل في اليوم تدفع 1.63 دولار، يعني في الشهر تستطيع دفع 49 دولار. وهنا سبيد يعني شيء جيد، وايضا ريال ريزلتا 79 دولار للشهر، وايضا 2.63 في اليوم. هنا لا يهمنا اخواني هذا الموقع طريقة العمل الخاص به وماذا يقدم وكل شيء، لكن ما يهمنا إخواني عند النزول في الأسفل ستجد هنا، عند النزول في الموقع في الأسفل Affiliate Program ستجدها في الأسفل هنا، أو إخواني كما تشاهدون هنا سأترك لكم رابط الأفيليات لإشتراك في هذا الموقع مباشرة، وستحصل على أرباح تقدر ب 25% من أرباح الشاري كما تشاهدون، أو الزبون عندما يشتري. عند الضغط على Pricing هنا سيشتري مثلا ب 49 دولار. أنت في الشهر إخواني أنت ستحصل على نسبة أرباح تقدر ب 25% ومدى الحياة، كوميسيون جيدة إخواني وأيضا رائعة، الكوكي لستون يوم رائع، وأيضا طريقة القبول سهلة جدا، فقط تضغط هنا وهنا ستقوم بملء هذه الاستمارة البسيطة. هنا كما قلت لكم إخواني تقومون بملء البيانات فقط، الاسم الأول، اسم ثاني، إيميل. وأنت بعد وضع الإيميل والاسم والمعلومات الخاصة إخواني يكفيك هنا الضغط على أيضا هذه المعلومات، إضافة صورة للبروفايل، ثم إضافة إيميل باي بال والكونتري وكل شيء إخواني. هنا كما قلت لكم إخواني يدفع البيتكوين أو إيثيريوم، أيضا هنا تستطيع وضع الوالت الخاص بك، تستطيع وضع البيتكوين ثم الضغط على سكيب ناو مثلا فيما بعد، وهنا مباشرة سيتم قبولك. هنا تقوم بالتخطي جيد. هنا الرابط الأفيليت ستجده هنا، هذا هو الرابط الذي سنروج له، نقوم بنسخه كوبي
هذا الموقع إخواني لديه مصداقية كبيرة وزيارات جيدة، سنشاهدها في هنا تصل زيارات 250 ألف زائر يومي في الشهر لهذا الموقع، يعني أشخاص كثر يستفيدون من هذه الخدمة. بعد نسخ الرابط إخواني كوبي الآن سأقدم لكم هذا الملف، عبارة عن ملف إخواني how to get more followers in Instagram، 15 طريقة لي أو نصيحة لي لتكبير حساب إنستغرام وحصول على متابعين. هنا كما تشاهدون 15 نصيحة، لكن ما يهمنا إخواني نصائح حقيقية، وأيضا في الأسفل وضعت النصيحة رقم 15 وهي كما تشاهدون use tools. معنى إخواني use these tools يعني تستطيع استخدام أدوات تستحق لك مساعدة واستراتيجيات مباشرة لتكبير الحساب. مثلا هنا ذكرت ثلاثة، أنت تستطيع مثلا تغيير مثلا help، تقوم بتبديل هنا but now 3 مثلا، هنا تستطيع مثلا وضع use this tool، تقوم بتقديم أداة هذا الموقع فقط، لا تضع ثلاثة، لأنه هنا تستطيع وضع ثلاثة أو أربعة أو أي أداة تروج لا تستطيع وضعها في هذه القناة، أنت استعمل ما تريد. مثلا أنا سأستعمل فقط أداة واحدة هنا إخواني، فقط هنا كليك هير مثلا. أول شيء انستغرام تولز، أقوم بتعليم على انستغرام تولز والضغط هنا إضافة الرابط كما تشاهدون، أقوم بوضع رابط الأفيليت هنا والضغط على تطبيق، وأيضا هنا مثلا كليك هير، كليك هير تو سي ذيس تولز، جيد. وهنا إخواني فقط تقوم بالتعديل هكذا، أقوم بوضعها في المنتصف مثلا، وهنا أيضا تكبير لكي تظهر، وأضيف الرابط بالضغط على هذه العلامة ثم الضغط على باست تطبيق. هنا إخواني هذه النوت تستطيع استعمالها فقط، تبحث في جوجل عن دوكس، جوجل دوكس هكذا، جوجل ترند عفوا جوجل دوكس هكذا، تضغط على جوجل دوكس ستتوجه مباشرة إلى هذا الخيار، تقوم بربطه مباشرة بالإيميل الخاص بك. بعدها إخواني هنا لدينا هذا الدوكس، نستطيع مشاركته بالضغط على عفوا تسمية حفظ جيد، الضغط على مشاركة من هذه الخانة إخواني، والضغط على تغيير الإذن للسماح لأي مستخدم لديه رابط، ثم أقوم بنسخ الرابط والضغط على أوكي جيد. هنا إخواني قمنا بنسخ الرابط، من أين سنأتي بالترافيك؟ هنا سنتوجه إلى موقع كورا، الكثير يعرف موقع كورا إخواني، فهو موقع من أكبر مواقع الترافيك، يتحصل على أكثر من 500 مليون زائر شهريا، وأيضا أشخاص يتشارك معلومات ويروجون، هنا تقريبا 600 مليون زيارة شهرية كما تشاهدون، ومعظم الزيارات من يونايتد ستيت انديا كينجدوم. هنا فقط تستطيع البحث في الخانة مثلا هاو هكذا، هاو تو جراو مثلا انستغرام، مثلا انس تضغط فقط انس ستظهر انستغرام، انستغرام هنا جاهد هكذا، مثلا هذا السؤال الأول what the best way to grow Instagram. هنا إخواني ماذا ستفعل؟ ستقوم بإجابة على كل هذه الأسئلة إخواني، ونسجل الأسئلة كثيرة وكثيرة وكثيرة وكثيرة، يكفيك فقط مثلا الضغط على answer، وهنا تقوم بكتابة مثلا the best way to grow انستغرام هكذا، مثلا جرام ايكونت جيد، مثلا اخواني هنا تقوم بتصحيح فقط الاخطاء ايكونت جيد، هنا ريد مثلا ريد ذيس دوكيمون
هنا الدوكيمون مثلا دوكيمون، واقوم بوضع الرابط اخواني مثلا كليك هير هكذا كليك، وهي غير محظوره اخواني خاصه في كيورا لانها تابعه لجوجل كما تشاهدون دوكس، فهي تابعه هنا ساريكم الرابط تابع لجوجل جيد كما تشاهدون غير محظوره في كيورا. هنا فقط مثلا كليك هير هكذا، هنا نقطتين تستطيع وضع النقطتين، وهنا اقوم بتعليم اخواني على هذه كليك هير، واضغط على علامة الرابط، ثم اخواني اقوم بوضع الرابط الذي نسخته من جوجل دوكس كما تشاهدون غير محظور في كيورا، اضغط على اد هنا فقط المسافة، وهنا استطيع مثلا اتوجه ايضا الى محرك البحث اخواني، مثلا محرك البحث جوجل، او تتوجه الى احد مواقع الصور بيكسل مثلا، تقوم بكتابة فقط مثلا انستغرام هكذا، انستغرام تضغط على بحث وتختار اي صورة اخواني تقوم بتحميلها، مثلا انستغرام هذه الصورة، اضغط على فري داونلود لألفت الانتباه اخواني، وتوجه الى كيورا اضغط هنا هذه العلامة، واقوم بوضع الصورة لكي يضغط عليها الزائر كما تشاهدون. بعدها شاهد اخواني عند الضغط على الصورة مباشرة اخواني سيتحصل على كذا، قم بنسخها لانني ساقوم بنسخ ولصق للاجابة اخواني. هنا فقط قم باضافة معلومات جيدة اخواني لكي يضغط الزائر هكذا، كوبي جيد كوبي، وهنا فقط لكي تكون الصورة في الاسفل اضغط على هذه العلامة اوفرير جيد، انتظر فقط، وهنا كل شيء جيد، اضغط على بوست، لن تحصل على اي حظر، وستكون الاجابة الخاصة بك اخواني لكل الاشخاص. هنا شاهد توجد ايضا ثلاث اسئلة اخرى في نفس المجال استطيع الضغط عليها، وهنا الاجابة مثلا هنا الريكوست، هنا الداونلود، هنا اشخاص قاموا بوضع كتب كما تشاهدون، هنا كتب مباشرة، ايضا هنا ايضا ترويج ستجد انه يروج لشيء ما، هنا فقط الإجابة خاصة بك كما تشاهدون ليست محظورة، وأيضا تم إضافتها في كيورا. هنا كم عدد الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة إجابة هذا الشخص، وهنا ستجد أشخاص يشاهدون لأن التفاعل إخواني في الإنستغرام إخواني قوي جدا، وأشخاص كثر يبحثون عن طرق تكبير الإنستغرام، مثلا هذا السؤال تضغط على هذا السؤال أيضا تضيف نفس الإجابة، تضغط على أنسر وهنا تقوم بوضع الإجابة خاصة بك، تضيف مثلا الصورة نفس الصورة أو تغير الصورة لا يهم، وهكذا إخواني ستقوم بالحصول على إحالات 100% صحيحة، وإن شاء الله تحقق أرباح وتسحب الأرباح خاص بك بالضغط على هذه العلامة، إضافة الوالت الخاص بك في البيتكوين أو الإيثريوم. هذه طريقة اليوم، أرجو أن تعجبكم، إن وجدت أي مشكلة إخواني فقط في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.